أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا خيارة الله وابن خيارته صلى الله عليك أيها الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء صلى الله عليك يا سيد الأحرار، وإمام الأبرار، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الشهداء، الذين بذلوا مُهجَهم دونك، ولعن الله قاتليكم وخاذليكم ومخالفيكم في الحديث الشريف عن نبينا الاعظم صلى الله عليه واله الذي لا يشك في صحته وصدق صدوره نجد عبارة حرية بالتأمل الحديث هذا لا تقتصر روايته على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام وإنما يرويه غيرهم أيضا كحفاظ أهل الخلاف وهم يذعنون بصحته، ولا سيما أن الذي يروي هذا الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله هو أبو هريرة هذا الحديث ممن خرجه الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث الصفحة وستين وكذا خرجه احمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثاني الصفحة أربعمائة وأربعين. عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه. وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة يقبل الحسن عليه السلام مرة ويقبل الحسين مرة أبو هريرة يصف هذه الحادثة أو يصف هذا المشهد أن النبي خرج عليهم طلع على أصحابه وعلى عاتقيه الحسن والحسين عليهم السلام وهو يقبلهما في مشهد يقطر حنانا يقول حتى انتهى الينا يعني من حين خروج النبي صلى الله عليه واله الى ان وصل الينا نحن اصحابه كان طوال هذه المسافه كان يفعل هذا الفعل بالحسن والحسين فقال له رجل يا رسول الله انك لتحبهما فقال نعم من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني هذا الحديث حكم الحاكم بصحته ووافقه على ذلك امام اهل الخلاف الذهبي في التلخيص وكذا حكم بصحته محقق مسند احمد وهو احمد محمد شاكر فالحديث اذن صحيح عند اهل الخلاف لا يرتاب فيه ولا يشك ما يحتاج الى وقفه هو هذا النبي صلى الله عليه واله يقول ان من ابغضهما اي الحسن والحسين عليهما السلام فقد ابغضني بغض النبي كفر بالاجماع فاذا احرزنا ان احدا ابغض الحسن او ابغض الحسين عليهما السلام كان ذلك موجبا لاعتقادنا بكفره المسلم لا يمكنه ان يتجاوز هذا فيقبل من يبغض رسول الله صلى الله عليه واله فاذا وجدنا مسلما يزعم انه مسلم ومع ذلك وجدناه يعبر عن شيء من الاحترام لمبغض لرسول الله صلى الله عليه واله كان في اسلام هذا المحترم خلل لا يمكن لنا ان نسلم باسلام واستقامه من يحترم مبغضي النبي صلى الله عليه واله او من يكيل لهم الثناء هذا لا يمكن، وإذا ما زعم هذا المحترم الذي يحترم مبغضي النبي صلى الله عليه واله أو يوثقهم أو يعظمهم أو يثني عليهم إذا ما زعم أنه مسلم مستقيم العقيدة، مستقيم المنهج قيل له: كلا أنت منحرف لولا أن كنت محتري محت منحرفا لما احترمت مبغضي رسول الله صلى الله عليه وآله فالآن بناء على هذا الحديث الذي يقر مخالفونا بصحته نقول لهم تعالوا أنتم يا من تسمون أنفسكم أهل السنة أخبرونا أأنتم مستقيمو العقيدة والمنهج أم أنتم منحرفون؟ أنتم على السنة أم على البدعة؟ فيجيبونك قائلين: كلا نحن على السنة ونحن مستقيمو العقيدة، نحن على المحجة البيضاء المنهج الصحيح الفرقة الناجية نقول لهم بكل صراحة: كذبتم. لماذا؟ لأننا حين نقرأ في تراثكم ونطلع على تصريحات علمائكم ورموزكم، نجد أنكم تحترمون أو توثقون بعضا من مبغضي رسول الله صلى الله عليه واله وهذه اماره على كونكم منحرفين فاسدين فسيجيبونك قائلين حاشا وكلا متى رايتنا نحب الذين قد ابغضوا رسول الله متى رايتنا نجل الذين ابغضوا رسول الله متى رايتنا نوثقهم فنقول لهم بلى قد فعلتم الم توثقوا عمر بن سعد وعمر بن سعد ليس فقط مبغضا للحسين عليه السلام وانما قاتل للحسين عليه السلام هو رئيس وقائد الجيش الذي قتل الحسين عليه السلام قتل الحسين اعظم من مجرد بغض الحسين مساله عقليه منطقيه هذه فاذا كان مبغض الحسين فقط من فقط يبغض بغضا قلبيا مثلا ولا يتجلى هذا البغض على اقواله او افعاله إذا كان مجرد المبغض ولو قلبيا للحسين محكوم عليه من رسول الله صلى الله عليه واله بأنه مبغض لرسول الله فكيف بمن يقتل الحسين؟ على هذا الوزان قاتل الحسين قاتل للنبي صلى الله عليه واله النبي يقول من أبغضهما فقد أبغضني فكيف بمن قتلهما إذن فقد قتلني يصير في كل الأحوال أنتم يا من تسمون أنفسكم أهل السنة تحترمون بعض قتلة الحسين وتوثقونهم وتأخذون منهم الدين وعلى سبيل المثال عمر بن سعد ابن أبي وقاص مرت بالأمس تصريحات القوم في توثيقه وذكرنا قبل, يلال قبل ليال كيف أن البخاري وغيره يخرجون حديثه ويعتمدونه وهذا قاتل سبط النبي صلى الله عليه وآله النبي يقول: من أبغضهما فقد أبغضني وعمر بن سعد تجاوز مرحلة البغض المجرد إلى مباشرة القتل ولا يمكن أن يصدق امرئ أنه قتل الحسين عن حب إلا بعد شنو نخلي عقولنا في المجمدة وخلوها بقولتكم شخص يحمل السيف على شخص ويقتله اما مباشره او بالامر والتسبيب لانه المخالف قد يجيك يقول لك لانه بالفعل هم هكذا بعضهم كتبوا وكانهم يحاولون تلميع صوره عمر بن سعد يقول لك ما باشر قتل الحسين ما باشر قتل الحسين خلص بشار الأسد ما باشر قتل واحد ليش أنتم ثائرين عليه يقول لك لا هو الرئيس فهو يتحمل هو الآمر هو الموجه زين ذاك أم كان رئيس رئيس الجيش كان عمر بن سعد بس المقاييس عند الطائفة البكرية دائما مختلة عمر بن سعد ما باشر قتل الحسين لكنه كان الامر بقتل الحسين عليه السلام هو زعيم الجند هو قائد الحمله العسكريه كل هذه الجرائم في رقبته دم الحسين عليه السلام في رقبته كيف يمكن تصديق ان شخصا يحمل بالسيف على شخص إما مباشرة أو أمرا وتسبيبا يكون صاحب حملة عسكرية على شخص وهو يحبه لا يبغضه هذا معقول أحد يصدق هذا الكلام ما يصدقه حتى البلهاء هم ما يصدقوا حتى يمكن المجانين ما يصدقون هذا الشيء المجنون هم عنده نسبة من الإدراك لعله يقدر يميز أنه هذا اللي يقوم يهجم على شخص لا يمكن ان يهجم عليه من بدافع الحب مثلا وانما يهجم عليه بدافع البغض فاذا عمر بن سعد تجاوز مرحله البغض المجرد الى مرحله القتل والنبي صلى الله عليه واله قال: من ابغضهما فقد ابغضني فكيف بمن قتلهما صلوات الله عليهما. فاذا جاءنا احد يقول انا على السنه والجماعه وانا على المنهاج الواضح وانا على الصراط المستقيم وانا على الاسلام الحقيقي وفي نفس الوقت نجده يجل او يثني أو يمتدح شخصا من مبغضي رسول الله قلنا له لا أنت إسلامك إسلام مختل ليس إسلاما أصلا هذا مو إسلام ليش تضحكون علينا أنتم كهنة البكرية لماذا تخدعون أبناءكم وتقولون نحن على الإسلام الصحيح أنتم مو على الإسلام الصحيح أنتم على الإسلام الباطل المزيف المنحرف او المحرف من الاسلام المستقيم الحقيقي ولا عجب ان الفرقه البكريه توثق عمر بن سعد قاتل الحسين مع ان النبي صلى الله عليه واله قال من ابغض الحسين فقد ابغضني فكيف بالقاتل اقول لا عجب لانه قد مر معنا في بحوث سابقه اذا تتذكرون ان الفرقه البكريه من قله حيائها وثقت حتى الذي كان يهجو رسول الله او ينشد الاشعار في هجائه وهو الفأفاء عليه لعنه الله رجل كان يروح في البلاط الاموي يونس الحكام الأمويين بإنشاد الأشعار التي هجي بها المصطفى صلى الله عليه وآله هذا الراوي أحد الرواة هذا عندهم من أحاديثهم يطلق عليه الفأفاء لأنه كانت له فأفاء مع أنهم يقرون ويعترفون أنه كان ينشد الأشعار في هجاء المصطفى صلى الله عليه وآله مع ذلك يقولون هو ثقة هؤلاء على منهاج المصطفى، هؤلاء على سنة المصطفى صلى الله عليه واله. نحن على سنة المصطفى. لا يمكن أن تجد في التراث الشيعي كله ذرة احترام لمن أساء لرسول الله، احنا ليش ضد عمر بن الخطاب مثلا؟ لأنه أساء لرسول الله. أساء إليه. لما شكك في السلامة العقلية لرسول الله صلى الله عليه واله وزعم انه يهجر او غلبه الوجع او نحو ذلك من عبارات اعتبرنا ذلك اساءة لذلك رفضنا عمر بن الخطاب. وبرئنا الى الله تعالى منه. وتحملنا ما تحملنا طوال هذه الازمنة من اجل هذا الموقف الشرعي الشريف حيث لا يمكن أن نتجاوز عمن عم أساء لرسول الله أو لأهل بيته الطاهرين. عليهم الصلاة والسلام. هكذا يكون المسلمون الحقيقيون. تأخذهم الغيرة على نبيهم وعلى عترة نبيهم. ما تجد في التأريخ الشيعي ولا في التراث الشيعي ولا في تصريحات علماء الشيعة ذرة احترام لمن أساء للنبي أو الأئمة الأطهار من عترته الطيبة. صلوات الله عليهم. أما في التراث البكري فحدث ولا حرج. حدث ولا حرج. عمر بن سعد هذا المجرم القاتل الظالم الرذل موثق عند اهل الخلاف موصوف بالشجاعه والاقدام ولم يبرز لنا من الاصوات التي يمكن ان تحترم من اصوات اهل الخلاف في هذا الموقف الا صوت ابن معين يحيى بن معين احد ائمه اهل الخلاف الذين استنكروا توثيق عمر بن سعد. قال كيف يكون قاتل الحسين ثقه؟ اما هذا فرد البقيه قالوا بتوثيقه فقط يحيى بن معين استنكر ذلك ورفض توثيق عمر بن سعد. ومع هذا جاء من بعده الذهبي يعتبر هذا الموقف من عمر بن من يحيى بن معين يعتبره حطا وتحاملا على عمر بن سعد فلم يسلم يحيى بن معين حتى من النقد لمجرد انه في هذا الموقف التزم بشيء من الدين ورفض توثيق هذا المجرم قاتل فلذة كبد النبي صلى الله فلذة كبد النبي صلى الله عليه واله هنالك اذا ما تتبعنا التراث الروائي الحديثي البكري هنالك تعاطي طبيعي اعتيادي مع مبغضي اهل البيت عليهم السلام بل ومع قتلتهم وظلمتهم يروون عنهم عادي في المحافل والمجالس ويوثقونهم عمر بن سعد كان يروى عنه ولا يزال يبرز لنا هنا موقف من المواقف التي رايناها في تراثهم ان شخصا من الحفاظ او المحدثين كان يروي عن عمر بن سعد في مجلس الحديث فاذا باحد الحضار ينتبه ان هذا المحدث يحدثنا عن قاتل الحسين في هذا الشان روايتان في هذا الموقف تصف الواقعه هذه الروايه الاولى تقول ان هذا الرجل قاطع المحدث وقال له عمن تحدثنا عن قاتل الحسين فسكت واحجم المحدث فكرر عليه السؤال: أعن قاتل الحسين تحدثنا؟ فسكت وكأنه أحرج. هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية فيها أن هذا الرجل الذي قاطع المحدث قال له: ألا تخاف الله وأنت تحدثنا عن قاتل الحسين؟ فبكى المحدث وقال والله لا اعود لذلك ابدا الروايتان كلتاهما في ترجمه عمر بن سعد بن ابي وقاص في كتاب تهذيب الكمال للمزي الروايه الاولى يقول حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا العزار بْنُ حُرَيْثٍ المحدث هو هذا هذا هو المحدث واحد اسمه العزار بن حريث عَنْ عُمَرِ بْنِ سَعْدٍ يحدَّث عن عمر بن سعد لعنه الله فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي ضَبِيعَهِ يُقَالُ لَهُ مُوسَى الآن هذا الرجل اللي يقاطع يا أبا سعيد هذا قاتل الحسين شلون تستحل أن تحدثنا عن قاتل الحسين قاتل الحسين نأخذ منا أحاديث رسول الله قاتل الحسين نأخذ منه ديننا قاتل الحسين مخبر ثقة قال له يا أبا سعيد هذا قاتل الحسين فسكت فقال عن قاتل الحسين تحدثنا فسكت هذه الروايه الاولى الروايه الثانيه عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد فقام اليه رجل فقال اما تخاف الله تروي عن عمر بن سعد فبكى اي بكى العزار بن حريث وقال لا اعود احدث عنه ابدا هذه هاتان الروايتان عن واقعة واحدة تكشف عن ماذا تكشف عن ان القوم الذين اشتغلوا بالحديث عند اهل الخلاف بالعلوم الشرعيه كما يقال كان امرا طبيعيا وعاديا عندهم ان يحدثوا عن قاتل الحسين عليه السلام ليس بشيء يرتاعون منه الى ان نما شيء من الوعي والضمير عند عموم المسلمين وان كانوا من غير الشيعة فلم تهضم نفوسهم ان يحدث عن عمر بن سعد عن قاتل الحسين عليه السلام فاعترضوا فلما اعترضوا كما في هذا الموقف بدا يحرج اولئك المحدثون اولئك المشتغلون بالعلوم الشرعيه فبداوا يحجمون عن الحديث عن قتله الحسين عليه السلام كعمر بن سعد ما اريد ايصاله اليك ما هو انه هذا هو الذي يكشف عن اننا لماذا نلمس هذه الظاهره في الوسط البكري انا بعد ان انهم حين يجدون مشاعر الامه الاسلاميه تتجه الى اهل البيت الطاهرين عليهم السلام يتراجعون خطوات الى الوراء هذا التراجع ليس تراجعا نابعا من خوف من الله وانما هو بضغط المجتمع المجتمع يضغط فتلاقي بعض كهنه البكريه يتراجعون والا اصل المذهب البكري قائم على اسس مجانبه لاهل البيت منحازه لاعدائهم وقتلتهم فلا تنخدع اليوم انت تسمع في الوسط البكري صار هنالك ما هو اشبه بالمنافسه بين كهنه البكريه والشيعه في الاقتراب من اهل البيت عليهم السلام بل حتى البكاء او التباكي عليهم الآن بعض مشايخ البكرية سووا مقتل الحسين عليه السلام يقرأ مقتل مثل ما احنا نقرأ يقرأ مقتل ويبكي ويبكي أيضا هذه وين كانت هذه الظاهرة سابقا؟ في الوسط البكري كان هذا عندهم بدعة أصلا كان عندهم هذه خرافات أصلا الآن بدأت تجد في الوسط البكري وجود أناشيد تقترب من الاطوار الانشاديه او الرثائيه الشيعيه في الحسين عليه السلام طالعين لك اناشيد وما ادري اشبه برثائيات لكن بدون لطم لابي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا وين كان سابقا في الوسط في الوسط البكري؟ ما كان موجود هذا كله ليش؟ يا ايها المسلمون كونوا اذكياء وانتبهوا هذا ما تلمسونه من بوادر قد تعد ايجابيه عند البعض هذا بسبب ضغط المجتمع المجتمع البكري يريد التوجه لاهل البيت عليهم السلام المجتمع البكري قلوبه تميل الى عتره النبي صلى الله عليه واله اقصد العوام المجتمع البكري حين يستمع للمنطق الشيعي او الرساله الشيعيه يستقبلها بسرعه افواج من المتشيعين هنالك مد شيعي متنامي في هذه الامه ومتصاعد كهنه البكريه حائرون لا يعرفون ماذا يصنعون فلذلك يزايدون على محبه ال النبي صلوات الله عليهم ويظهرون انفسهم بهذا المظهر هذا كله كحال العيزار بن حريث ضغط المجتمع العيزار بن حريث في ذلك المجلس احرج انه كيف انت تروي عن قاتل الحسين فبكى او تباكى وقال لا اعود احدث عنه ابدا هذا بكاءك وين كان طوال سنوات يعني طوال سنوات أنت ما تذكرت أنه هذا قاتل الحسين ما كان عندك ذرة غيرة وشرف ودين تقول أنا كيف أقابل ربي وأنا أروي عن قاتل الحسين عليه السلام لماذا الآن تباكيت وقلت لا أعود أحدث عنه أبدا ضغط المجتمع اللي واحد من حضار مجلسه أو درسه يعترض عليه ويقاطعه الشيعة جاهدوا كثيرا أيها الإخوة من أجل أن يجعلوا محبة أهل البيت عليهم السلام ثقافة سائدة في الأمة وإلا كانت هذه الأمة وين؟ هذه الأمة كانت في أحضان أعداء وقتلت أهل البيت والنواصب لهم مرت أزمنة على هذه الأمة كانت هذه الأمة تلعن أهل البيت تبرا الى الله منهم اقرأوا قصص التاريخ، اقرأوا سيرة الشعوب اقرأوا سيرة اهل الشام اقرأوا سيرة اهل اصفهان كيف كانوا كيف كانوا يتعاملون مع اهل البيت بعض المؤرخين ذكروا انه يعني رحاله راح في اوساط بعض القرى الشاميه والمدن الشاميه يقول ما وجدت في كل رحلتي هذه طوال رحلتي ما وجدت احد من اهل الشام مسمى باسم علي او الحسن او الحسين بغضاً منهم لهؤلاء ما وجدت وينقل القضيه يقول ما وجدت الا بيت واحد اب مسمي ابناءه بهذه الاسماء ولما سالته قلت له انت شيعي مسمي ابنائك انت خلاف اهل الشام كلهم فقال لا انا مو شيعي ولكن ابنائي مأذيني كثيرا فمسميهم بهذه الاسماء حتى من العنهم العن هذه الاسماء شوف ايش قد حاله من البغض الاوزاعي تعرفونه احد كبار أئمة أهل الخلاف الإمام الأوزاعي معروف عندهم هو يقول يقول ما كنا نأخذ العطاء إلا بسب علي بن أبي طالب العطاء من الدولة الراتب تسب علي بن أبي طالب تبرأ منه تأخذ العطاء هذه كانت حالتهم كيف الآن تجد أهل الشام وغير أهل الشام حتى غير الشيعة يحبون أهل البيت يجلونهم إجمالاً يجلونهم ما ماكو مسلم عموماً الآن الا نعوذ بالله اللي بعد ابناء الحرام عموما عموم المسلمين ثقافه سائده في الوسط الاسلامي انه احنا نحب اهل البيت ونحترم ساداتنا ائمتنا هذا من اين جاء هذا جاء بسبب جهاد الشيعة عبر العصور قاوموا كثيرا جاهدوا كثيرا من اجل ان يحولوا هذا الامر وهو اجلال اهل البيت الى ثقافه سائده لكن اذا رجعت للاصول للكتب للمصادر التي تكشف عن حقيقه المذهب تجد الامر خلاف ذلك ان هذا المذهب البكري انما تاسس على مجانبه اهل البيت عليهم السلام ومفارقتهم والميل العجيب لاعدائهم وقتلتهم والا تعال وفسر لي كيف يحترم واحد مثل عمر بن سعد ويوثق ويؤخذ منه الدين كيف؟ عمر بن سعد في حكم رسول الله صلى الله عليه واله مبغض لرسول الله من ابغضهما فقد ابغضني وهذا قاتل الحسين متجاوز مرحله البغض هذا فاذا هو مبغض لرسول الله امن مبغضي رسول الله ناخذ ديننا نوثقهم نرجع الى تهذيب الكمال للمزي في ترجمه عمر بن سعد هنالك روايات لا باس من الوقوف عليها منها ما رواه عن الحميدي يقول حدثنا سفيان عن سالم قال قال عمر بن سعد للحسين ان قوما من السفهاء يزعمون اني اقتلك فقال حسين ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء ثم قال والله انه ليقر بعيني انك لا تاكل بر العراق بعدي الا قليلا. هذه الروايه تكشف عن اي شيء؟ عن ان الحسين صلوات الله عليه، وهي روايه من طرق اهل الخلاف لا من طرقنا. تكشف عن ان الحسين عليه السلام كان عالما بمقتله وشهادته وان هذا هو قاتله. وأن الله لن يمتعه من بعده طويلا فسيقتل، قتله المختار. أي بعبارة أخرى إن الحسين عليه السلام كان مطلعا على الغيب لأنه إمام معصوم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية في نفس المضمون أيضا ولكنها عن امير المؤمنين علي عليه السلام يقول وروي عن محمد بن سيرين عن بعض اصحابه قال قال علي لعمر بن سعد كيف انت اذا قمت مقاما تخير فيه بين الجنه والنار فتختار النار يتنبأ علي عليه السلام بسوء عاقبة عمر بن سعد لعنه الله وقف مقاما يخير فيه بين الجنة والنار الجنة مع الحسين والنار مع ابن زياد تختار أيهما في نفس الرواية يقول أمير المؤمنين عليه السلام فتختار النار إذن يا أهل الخلاف ألا تستحيون عمر بن سعد من أهل النار بشهادة باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وإنبائه بهذا الغيب الذي لا محالة تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى علام الغيوب كيف تستحلون توثيق رجل من اهل النار كيف تحدثون عن رجل من اهل النار الا خجلتم من انفسكم كيف تجلون رجلا من اهل النار الا تستحيون وهاتان الروايتان الآن وكم لهما من نظائر تكشف عن أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا عالمين بالمستقبل ما حدثوا عن شيء يقع في المستقبل إلا ووقع هذه الظاهرة تلمس فقط في آل الرسول وأنتم ترون لا نقول هاي روايات الشيعة الآن هاي روايات المخالفين رواياتكم أيها المخالفون؟ هذه الروايات هاي الظاهرة ألم تستدعي منكم وقفة؟ تتساءلون فيها عن السر في أن إمة أهل البيت كانوا يعلمون المستقبل؟ لماذا دون غيرهم بهذا الشكل اللافت للنظر؟ هل من تفسير لذلك إلا ما يقوله الشيعة؟ أن هؤلاء أئمة من الله لهم اتصال بالسماء عبر جدهم رسول الله صلى الله عليه واله فلذا يعرفون ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة منوطة بهم مهمات قيادية لهذه الأمة الإسلامية هذا هو التفسير المنطقي لهذه الظاهره والا لو كانوا مجرد اناس صلحاء ما ادري فقهاء زهاد عباد حالهم من حال الاخرين مثلا لو كان امرهم هو مجرد هذا فلماذا وجدناهم يتميزون عن الاخرين بهذه العلوم التي خرجت منهم بهذه الاخبارات المستقبليه التي خرجت منهم لم يسأل احد من ائمه اهل البيت عن مسأله دينيه او غيرها فقال لا ادري جيب لي روايه واحده روايه واحده مثلا ولو من مصادر اهل الخلاف انه ذات يوم اجوا وسألوا امير المؤمنين عليه السلام عن مسأله مثلا فقال لا ادري لماذا هؤلاء الائمه عندهم جواب لكل مسأله ألا يكشف ذلك عن أن هؤلاء هم الأئمة الذين بشر بهم رسول الله قال الأئمة من بعدي اثنا عشر ألا يكشف ذلك عن أن هؤلاء هم الأوصياء الذين يتحدث عنهم الشيعة وبيدهم العلوم الإلهية والعلوم الشرعية وكل ما تحتاجه الأمة مع الأسف على قلوب أقفالها ما يتدبرون حتى في رواياتهم نفس رواياتهم ما يتدبرون فيها نعود إلى ترجمة عمر بن سعد لعنهم الله في تهذيب الكمال لاحظوا هنا ماذا يقول في آخر ترجمته يقول قال يعقوب وفي عمر بن سعد يقول أبا ابو طلق عدي بن حنظله العائذ يقول شعرا يرثي به عمر بن سعد واحد يقول شعر لما قتل عمر بن سعد من قتل عمر بن سعد المختار المختار الثقفي الان انت تخيل واحد ياتي بدلا من ان يرثي الحسين الشهيد عليه السلام يرثي قاتله ويمتدحه فبالله عليك اذا وجدت ان هذا الراثي هذا الذي قال شعرا ينعى به قاتل الحسين اذا وجدته عند مذهب من المذاهب مقبول الروايه شو تقول عن ذاك المذهب؟ تقول هذا المذهب محب لرسول الله وال رسول الله حقا؟ ام هو مذهب على الطرف الاخر طرف المبغضين والمحاربين والنواصب والملاعين؟ هذا الان ابو طلق عدي بن حنظله العائذي في نفس ترجمه عمر بن سعد وكانهم يعني ما ادري شلون هؤلاء القوم يكيلون ثناء عجيبا لواحد مثل عمر بن سعد قاتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى أنهم يدونون أو يخرجون الأشعار في نعيه ورثائه والأشعار فيها مدح لا ولخصالة يعني شوف شو يقول مثلا شعره يقول لقد قتل المختار لا در دره يعني الله لا يكثر خيره المختار قتل من لقد قتل المختار لا در دره ابا حفص، يعني عمر بن سعد كنيته ابو حفص، ابا حفص المامون والسيد العمرا، فتى لم يكن بخيلا ولم يفر اذا الحرب ابدت عن نواجذها غمرا يوصف عمر بن سعد بانه فتى شجاع كريم مأمون سيد واللعنات تصب على من على قاتله المختار في حين ان عمر بن سعد هذا قاتل الحسين عليه السلام فلم يصب اللعنات عليه وينعون الحسين وانما نعوا قاتل الحسين وصبوا اللعنات على من؟ على المختار الذي قتل قاتل الحسين ثم هذا الناعي مقبول الروايه عند اهل الخلاف وبعد ذلك تجي تقول لي احنا اهل السنه احنا نحب الحسين تضحك على من انت؟ تضحك على نفسك؟ هذه صفات افعال محبي الحسين ام صفات مبغضي الحسين عليه السلام هذه صفات من هم مع الحسين ام من هم ضد الحسين هذا تاريخكم هذه الصفحات السوداء في كتبكم ماذا نفعل نحن نحن لا نتجنى عليكم حين نقول انكم مذهب نواصب ما نتجنى احنا كتبكم هكذا تقول ليس نحن ما ينفعنا ان تاتوا اليوم تغيرون مقالتكم بسبب ضغط المجتمع نحن نتتبع ونفحص نفتش في الاصول انتوا على اي اتجاه على اي طريق أنتم في الطريق الذي يوصل لأهل البيت أم في الطريق الذي يوصل إلى أعداء أهل البيت أنتم تأخذون دينكم من أهل البيت أم تأخذون دينكم من قتلة أهل البيت مبغضي رسول الله صلى الله عليه وآله لما واحد يبحث بحث علمي يتبع الجذور الأصول يصل إلى الواقع الحقيقة يكتشفها واضحة أمامه تنطق أن المذهب البكري وليد البيئة التي هي ناصبية معادية لأهل البيت. والمآسي إخواني كثيرة وإحنا ما زلنا في نموذج واحد وهو عمر بن سعد فقط. هنالك حديث جدا مشهور على السنه اهل الخلاف وكبرائهم حتى اليوم خاصه هؤلاء الذين من الازهر ويقولون نحن دين الوسطيه وما ادري دين الوسطيه طالما يستدلون بهذا الحديث بالذات تكرر على الالسنه كثيرا الى ان حفظه القاصي والداني من اهل الخلاف شنو هو هذا الحديث يقول لك احنا أهل السلام ولسنا من دعاة التكفير ولسنا من دعاة العنف ومن هذا الحكي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال قتال المسلم شنو؟ كفر وسبابه فسوق. تعرف من الذي روى هذا الحديث؟ عمر بن سعد قاتل الحسين. هذه روايه عمر بن سعد الموثق عند اهل الخلاف المصدق الصدوق عند اهل الخلاف هذه الروايه ممن اخرجها البخاري في التاريخ الكبير وقال هي صحيحه لانه نقل طريقين قال والاول اصح يعني الثانيه ايضا صحيحه غايه ما هنالك الاول اصح من الثاني والطريق الثاني او الاول يروح الى عمر بن سعد في التاريخ الكبير للبخاري برقم سته وثمانين وفي سنن النسائي برقم اربعه الاف وتسعه وخمسين عن ابي اسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن ابي وقاص يعني ابوه ان رسول الله صلى الله عليه واله قال قتال المسلم كفر وسبابه فسق هذا الحديث ايضا صححه الالباني في صحيح سنن النسائي برقم اربعه الاف واربعه وتصحيح للحديث يعني شنو شنو معنى ان الالباني صحح هذا الحديث بهذا السند ان كل رجال السند ماذا ثقات صادقون مامونون واحدهم من عمر بن سعد قاتل الحسين فبعد ذلك حين نقول انتم تحترمون قتلة الحسين لا نكون متجنين او ظالمين، هذا هو الواقع. والا لما صححتم هذه الروايه المفروض بهذا السند. وهنا الا تعجب؟ والله الاعاجيب كثيره ممن يطالع في كتب المله البكريه الخبيثه. عمر بن سعد هو بنفسه يقول يروي هذا الحديث عن رسول الله عن أبيه عن رسول الله أن قتال المسلم كفر الحسين ألم يكن مسلما لما قاتلته لا أم لك لما رفعت سيفك عليه لما حملت لواء العسكر ضده لما شردت بعياله وهو صبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة أين ذهب هذا الحديث واحد من أمرين إما أنك كنت عالما بهذا الحديث ومع ذلك فعلت الذي فعلت بصبط النبي فإذا أنت لست أهلا لأن يؤخذ منك حديث لأنك مجرم أنت تنتهك أقدس المقدسات وأنت كافر الكافر نأخذ منه الحديث قتال المسلم كفر شلون ناخذ منه الحديث ونوثقه فضلا عن أن نروي الأشعار في نعيه ونوثق حتى الذين نعوه في اشعارهم كيف يصير؟ كافر هذا كافر شلون نحترمه؟ واما انه يوم قاتل الحسين ما كان هنالك وجود لهذا الحديث فاختلقه فيما بعد مثلا هذا الاحتمال الثاني فاذا هو كاذب والكاذب ايضا لا يؤخذ منه حديث ولا يوثق ولا يحترم فتعال فسر لي شلون طائفه من الطوائف تقول نحن طائفه اسلاميه تحترم شخص كهذا. هاي فسرها شلون تصير؟ وتقول احنا نقبل منا الدين ونقبل روايته وحديثه ونوثقه ونصدقه. كيف يصير هذا؟ وكيف تعد هذه الطائفه اسلاميه؟ هذا هو الاسلام. عجبا لهؤلاء القوم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه روى أهل الخلاف عنه أنه تنبأ بما يجري في كربلاء كل تلك إخبارات سماوية رسول الله حدث بها أمير المؤمنين حدث بها الحسن والحسين أهل البيت يعلمون ماذا سيجري هذا مثال اخر امير المؤمنين في موقف ما كان قد مر على كربلاء المقدسه فاشار بشكل واضح الى انه هنا يقتل الحسين عليه السلام كان معه واحد خبيث كان عثماني الهوى مذهب عثماني على مله عثمان بن عفان هم يقولون اهل الخلاف وكان هذا الشخص يبغض عليا عليه السلام فلما قال علي عليه السلام هذه الكلمه في كربلاء هذا الشخص قال كلمه فيها تطاول على امير المؤمنين عليه السلام انا انقل لك الروايه بتمامها وأنت أحكم الرواية يرويها الهيثمي في مجمع أو ينقلها الهيثمي في مجمع الزوائد برقم خمسة عشر ألف وخمسة عن الطبراني عن شيبان بن مخرم هذا هو هذا اللعين هو يقول هنا وكان عثمانياً لكن اكو هنالك كلمتان محذوفتان هنا. لأن أصل الرواية وكان عثمانيا يبغض عليا. فحذفوا هاتين الكلمتين، كيف تعرف أن هاتين الكلمتين محذوفتان؟ ترجع إلى مصدر آخر وهو تاريخ دمشق لابن عساكر خرج نفس الرواية بنفس السند. رب رقم 12649 وفيها هذا اللفظ وكان عثمانيا يبغض عليا، ايش عجب لما الهيثمي نقل الروايه ما موجود ويبغض عليا، بس اكو وكان عثمانيا، هاي التحريفات تعودتوا عليها انتم في احاديث المله البكريه. لانه كانه يرى انه يصفه بانه مجرد عثماني لا شيء فيه، يلا على سنه عثمان بن عفان مو مشكله ثالث الخلفاء الراشدين، بس يبغض عليا لا هذه ممكن تسبب بعض الارباك فخلي نحذفها، لكن ما فا ما فاده شيء من الحذف، لانه انت بس تكمل الروايه تعرف انه هذا الشخص كان ممن يبغض عليا والا لما نطق بهذا السوء في علي بن ابي طالب عليهما السلام. شوف شنو يقول هذا اللعين هذا شيبان بن مخرم. يقول اني لمع علي اذ اتى كربلاء فقال يقتل بهذا الموضع شهيد ليس مثله شهداء الا شهداء بدر فقلت هذا شيبان بن مخرم الان يقول فقلت بعض كذباته أعوذ بالله يعني علي بن طالب تعودنا من الكذب والعياذ بالله هذا بعض كذباته يلا طبعا عثماني والهواش يطلع يعني طبيعي هكذا ينسب الكذب إلى مولى الموحدين صلوات الله عليه إنه على ملة عثمان يقول فقلت بعض كذباته يقول وثم رجل حمار ميت وثم يعني هناك يقول في كربلاء كان اكو شفت رجل حمار ميت فقلت لغلامي خذ رجل هذا الحمار فاوتدها في مقعده وغيبها يعني حتى يعني قصد انه انا اريد اسوي علامه في هذا المكان حتى اشوف بعدين اكشف كذبه علي بن ابي طالب ارجع الى هذا الموضع بعدين بعد كم سنه وأقول أن هنا ما قتل شهداء ما قتل شهيد ليس مثله شهداء هاي كذبة من كذبات علي بن أبي طالب فخلي أخلي لي علامة هناك يقول <applause> فضرب الدهر ضربه توالى الدهر فلما قتل الحسين بن علي انطلقت ومعي أصحابي فإذا جثة الحسين بن علي على رجل ذلك الحمار يعني بنفس موضع العلامة فتبين أن عليا صادق وإذا أصحابه يعني أصحاب الحسين ربضة حوله يعني صرعى حوله هذه الرواية الهيثمي يعلق عليها قائلا رواه الطبراني وفيه عطاء بن السائب وهو ثقه ولكنه اختلط وبقيه رجاله ثقات معنى ذلك ان هذا الحديث صحيح او حسن في كل الاحوال يكشف لنا عن ماذا؟ ان امير المؤمنين عليه السلام قد انبأ بالمستقبل أمر معلوم لا نتوقف عنده كثيرا، لكن الذي نتوقف عنده ما هو؟ أن الراوي شيبان بن مخرم لعنه الله كان مبغضا لعلي بن أبي طالب ومتطاولا عليه مسيئا إليه يقول إنه كذاب. الان هذا شيبان بن مخرم محترم عند اهل الخلاف ام غير محترم ثقه ام غير ثقه يؤخذ منه الدين ام لا يؤخذ الجواب نعم وبعد ذلك تاتون لتزعمون انكم تحترمون اهل البيت كيف تفسرون انكم تحترمون اهل البيت وانتم توثقون من كان من اعدائهم ومبغضيهم مثل هذا اللعين الناصبي العثماني كيف؟ شخص يقول عن علي بن ابي طالب بعض كذباته هذه وانت تجي تاخذ من الدين وتقول هو ثقه؟ بعد ذلك تجينا تخدع الناس تخدم عام تخدع عامه المسلمين تقول لا سيدنا علي بن ابي طالب احنا نحبه سيدنا الحسن سيدنا الحسين ائمه اهل البيت نحبهم حبك هذا لا ترجمه له لا واقع له مجرد ادعاء ولقلقه لسان اصول مذهبك مختلفه مسار مذهبك مختلف تعاملك مختلف اذا كنت بالفعل محبا لاهل البيت ينبغي ان يتترجم هذا الحب على افعالك على تصرفاتك على منهجك لا يمكن ان نقبل من كاهن بكري واحد انا الان اعلنها هذه اخر ليله في هذا الموسم موسم العزاء للحسين عليه السلام في محرم عندنا في هذا المسجد أعلن هذا الإعلان أننا لن نقبل من أي كاهن بكري مو عام الإنسان العامي البكري من العامي البكري نقبل لن ندري مخدوع أما الكاهن يعني المطلع على هذه الأمور اللي يعرف هذا المنهج يعرف أصول المذهب يعرف قضايا وخبايا لن نقبل من أي كاهن بكري دعوى أنه محب لأهل البيت قبل ان يبرا من البخاري قبل ان يبرا من الذهبي قبل ان يبرا من كل من وثق عمر بن سعد قاتل الحسين وخرج عنه الحديث وحكم بصحه الحديث ما مقبول تقول لي انا محب للحسين وانت في نفس الوقت تحترم واحد مثل البخاري يخرج حديث قاتل الحسين عليه السلام بلا خوف من الله ويحكم بصحته وانت تدعي انك محب للحسين وانت تحترم وتجل من كان يحترم او يجل او يوثق قاتل الحسين هذه الدعوه دعوه زائفه انت لا تحب الحسين لا هذا كلام باطل بل انت لا تحب رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله يقول من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وانت تحب من ابغضهما فانت مبغض لرسول الله انت تحب من قتلهما الحسن والحسين عليهما السلام فانت مبغض لرسول الله مثال اخير الفرقه البكريه وكهنتها يحترمون هذه الشخصيه التي اهانت سبط النبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما بإهانة تقطر قذارة وسفالة وقلة أدب وتستبطن هذه الإهانة كفرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله من هي هذه الشخصية المحترمة عند أهل الخلاف؟ عامتهم كبرائهم انها شخصيه الطليق ابن الطليق اللعين ابن اللعين معاويه ابن ابي سفيان هنالك موقف الناس ما تدري عنا هذا الموقف لا المخالفين يدرون عنا الاشياء عم عموما ما يعرفون عنا هذا الموقف أنه ذات مره معاويه سب الحسين عليه السلام والروايه ايضا يعترف بها اهل الخلاف هم يخرجونها تجدها في المعجم الكبير للطبراني برقم 833 عن محمد بن سيرين الثقه عندهم. قال: لما بايع معاويه ليزيد يعني معاويه عين يزيد يزيد ابنه وليا لعهده وجعل الناس يبايعونه قهرا. حج يعني ذهب الى الحج بعد هذه البيعه. فمر بالمدينة فخطب الناس فقال إنا قد بايعنا يزيد فبايعوه وليا للعهد فقام الحسين بن علي رضي الله عنه على ما هو موجود صلوات الله عليهما فقال أنا والله أحق بها منه فإن أبي خير من أبيه وجدي خير من جده وان امي خير من امه وانا خير منه. فقال معاويه: اما ما ذكرت ان جدك خير من جده فصدقت رسول الله خير من ابي سفيان بن حرب، هو يقدر يقول غير هالكلام معاويه في هالموقف؟ ما يقدر يقول. وأما ما ذكرت أن أمك خير من أمه فصدقت فاطمة بنت رسول الله خير من بنت مجدل بعد هاي اللي ناقص بعد أنزلني الدهر وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية يعني بالله عليك هذا كلام أن واحد يقارن الحسين بن علي بيزيد بن معاوية مثلاً يجي يقول والله جده وامه وابوه واكو قياس اصلا بس شوف السفاله الان وقله الادب تيجي من معاويه الان يقول واما ما ذكرت ان اباك علي خير من ابيه يقصد نفسه معاويه فقد قارع ابوه اباك فقضى الله لابيه على ابيك المقاييس عند معاويه وامثاله هي مقاييس جاهليه في الجاهليه من هو الافضل والاعظم؟ المنتصر في الحرب بالسيف بالدم عرفت شلون؟ يعني المتغلب هو شنو؟ هو الافضل المقاييس كانت عند اهل الجاهليه هكذا، اصلا هنالك عباره مشهوره يذكرها المؤرخون الحق مع من غلب الحق شلون يقول ابن عمر نحن مع من غلب؟ العباره الجاهليه كان الحق مع من غلب خلاص ماكو شيء اسمه حق باطل وظالم ومظلوم اللي ينتصر هو شنو هو السبع هو الحق معاه وهو ال هو الذي نسلم له هذا منطق معاويه كان جاهليه بعد اسلام فهي جاهليه ثانيه يقول قارع أبوك أبوه يعني تحاربوا فيما بينهما علي ومعاوية تحاربوا فقضى الله لأبيك لأبيه على أبيك يعني قضى الله لي أنا معاوية على علي أنا انتصرت بالنتيجة وأنا استوليت على كل البلاد وعلي بعد خلص قتل شهيدا وراح هذه هي المقاييس هذا هو دين محمد رسول الله صلى الله عليه واله، هاي هي الثقافة الإسلامية الصحيحة؟ أنت تغلبت صحيح لكن تغلبت بماذا؟ بالمكر والدهاء والغدر والفجور وسفك الدماء، علي بن أبي طالب ما يقبل قالها وما معاوية بأدهى مني لكنه يغدر ويفجر، أنا ما أقبل الغدر والفجور. انا ما اقبل هذا مو معنى ان الله قضى لك عليه لا بل العكس قضى الله لعلي على معاويه في مقياس الفضل والفضائل والدين والاخلاق والمروءه والكرم انت مجمع رذائل انت تاريخ معاويه واحد شيء حصل به غير الرذائل شي حصل بي. شنو عنده معاوية زين توقفت سفالة معاوية عند هذا الحد كلا جاء الآن لكي يقارن بين ابنه الماجن يزيد وبين ريحانة النبي الحسين بن علي فماذا قال قال وأما ما ذكرت يخاطب الحسين وأما ما ذكرت أنك خير منه أي من يزيد فلا هو أرب منك وأعقل ما يسرني به مثلك ألف شايف سبة وشتيمة أحقر من هذه يقول أنت الحسين بن علي، وإذا شنو يعني الحسين بن علي؟ لا تقارن نفسك بابن يزيد، يزيد أرب منك، أرب منك يعني أعرف بالمصالح، أفهم وأعقل، أعقل منك، أنت مجنون، أعوذ بالله. ناقل الكفر ليس بكافر. وأصلا ماكو مقاييس بينكما، ما يسرني به مثلك ألف ألف من الحسين بن علي ما يساوون واحد يزيد بن معاوية واحد ينطق بهذا الكلام كيف يمكن توصيفه على ميزان الإسلام على ميزان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ماذا يكون في أي منزل يوضع النبي ماذا قال عن الحسن والحسين؟ باعتراف الخاص والعام المؤالف والمخالف بالاحاديث الصحيحه المستفيضه قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه يعني اكو احد يدانيهم بعد فاذا واحد جاء وخلي هم أنقل هذا الحديث لا بس أخرجه بعض المخالفين أنا والله أتعجب من هل قد صايرة جاهلية اللي يتصورون إذا خطيب شيعي يقول مثل هذه الأحاديث يقول لا هي من أحاديث الشيعة هاي من أحاديثكم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أحاديثكم يا أهل الخلاف ما بالكم ما الذي أصابكم الحديث ممن يرويه الترمذي في جامعه برقم ثلاثة آلاف وثلاثين عن أبي سعيد الخدري هو يقول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الترمذي نفسه يعلق على هذا الحديث قائلا هذا حسن صحيح حديث صحيح زين اذا حكم النبي في الحسن والحسين انهما افضل شباب الامه سيدا شباب اهل الجنه افضل من الاولين والاخرين كل اهل الجنه شباب يدخلون الجنه شبابا هذان هما سيدان اذا الافضل من الكل سيدا شباب اهل الجنه يقول النبي هذا اذا حكم النبي وهذا معروف للكافه بمن فيهم معاويه فاذا جاء واحد يقول انا ابني خير من الف من واحد من سيد شباب اهل الجنه هذا ماذا يكون؟ الا يكون رادا على رسول الله؟ كافرا بما نطق به رسول الله صلى الله عليه واله غير مؤمن اصلا بما اخبر به رسول الله صلى الله عليه واله اذا يطلع هذا كافر زنديق تسمع الان على منابر البكريه سيدنا معاويه رضي الله عنه تتردون عن واحد شتم الحسين بن علي ورد على النبي صلى الله عليه وآله وبعد ذلك تأتون وتقولون نحن على منهاج النبي ونحن محبون لعتره النبي ال بيت رسول الله تضحكون على من؟ تخدعون من؟ ما تخدعون الا انفسكم يا جهله هذا ما لقيه الحسين بن علي منكم انكم تجلون من شتمه تجلون من سبه تجلون من ابغضه تجلون من اهانه تجلون حتى من قتله هذا جزاؤه عندكم الحسين الذي جاءكم لكي يحرركم من دين العبوديه والانقياد الى دين الحريه هكذا قابلتم احسانه بالاساءه امه كما وصفت في الاخبار الشريفه امه سوء ما خلا شيعه اهل البيت الطاهرين الذين ميزوا انفسهم عن هذه الامه امه السوء والتحقوا باهل بيت نبيهم، ما قبلوا واحدا يسيء اليهم، ما قبلوا احدا يبغضهم، ما قبلوا احدا قتلهم او ظلمهم او خالفهم، احنا حتى واحد ذره خلاف مع اهل البيت الطاهرين عليهم السلام مرفوض عندنا. ولذلك تجد حتى في المحيط الشيعي تجد ان هنالك اعتراكا فكريا دائما تقريبا خلافات وصراعات هذه في قسط كبير منها لاي شيء لان الشيعه متيقظون لا يقبلون حتى من هو يزعم انه منهم ويعتمر هذه العمامه لكنه يخالف اهل البيت ولو بذره بشعره تلاقي الف واحد يقف امامه يصيح في وجهه انت مخالف لاهل البيت في المساله الكذائيه خالفت ائمتنا عليهم السلام بعض كهنه اهل الخلاف يستغلون هذه الخلافات الشيعيه الشيعيه للاساءه للشيعه ويقول انظروا انهم مختلفون كذا بالعكس هذا بالنسبه الينا امر جدا عادي طبيعي هذا مما نفخر به اصلا اننا متيقظون من مرر اي كلام مو لانه والله فلان سيد او شيخ او عالم قال هذه الكلمه خلص تعبر عندنا لا هنا اناس متيقظون يقيسون كل كلمه بما قاله ال محمد الطاهرون عليهم السلام ومن ثم يتخذون الموقف خلافاتكم انتم البكريه تسكم الانوف، انتم تكفرون بعضكم بعضا وتقتلون بعضكم بعضا، تنهشون لحوم بعضكم بعضا وتاكلون بعضكم بعضا. حتى هاي النسبه من الخلافات في اوساطنا الشيعيه غير موجوده، بحمد الله تعالى. على الاقل ما نقتل بعضنا بعضا. هذا كله ينبئك عن ماذا عن ان الشيعه اناس دائما يحرصون على الاصطفاف مع نبيهم وال نبيهم صلى الله عليه واله يجانبون يبتعدون عن كل من يخالفهم فكيف بمن قتلهم او ظلمهم نداؤنا للأمة الإسلامية أن تعود إلى الحسين بن علي إلى هذا الإمام إلى هذا السيد تصحح منهجها تبرأ إلى الله من معاوية بن أبي سفيان لأنه أهان الحسين ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله قوله تبرأ من شيبان بن مخرم الذي أهان أمير المؤمنين علي. ونسب اليه الكذب تبرا من البخاري والنسائي والذهبي وغيرهم الذين وثقوا عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام نظفوا انفسكم يا اهل الخلاف نظفوا انفسكم ارجعوا الى اهل بيت الطهاره ليصح اسلامكم ما يستحق منكم أهل البيت هذا العقوق ما يستحق منكم رسول الله رسول الله لا يستحق منكم هذا العقوق في أهل بيته في عترته الطاهرة ماذا صنعتم بهم ذبحتموهم قتلتموهم شردتموهم والآن أنتم تسيئون إليك إليهم بمذهبكم هذا الذي يحترم شانئيهم ومبغضيهم الحسين استشهد من اجلكم من اجل تحريركم من اجل انقاذكم هكذا تكافئونه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ما اصدق الشاعر حين قال كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك اهل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو ابصرتهم وهم ما بين قتل وسبا نحروا نحر الاضاحي نسله ثم ساقوا اهله سوق الإمام هاتفات برسول الله في شده الخوف وعثرات الخطى قتلوه قتلوا الحسين بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والكفر جزاء. هذا ليس جزاء رسول الله أن هكذا تفعلون بأهل بيتي. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والكفر جزاء. صلى الله على نبيه الاعظم الاكرم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ساده الامم المظلومين الذين ظلمتهم هذه الامه وخالفتهم وجرعتهم الغصص والالام صلى الله عليهم صلاة نامية مترادفة متوالية لا انقطاع لها ولا لأمدها. صلى الله عليهم وعلى أتباعهم الذين اهتدوا بهداهم وتشيعوا لهم. ولعن الله أمة السوء أمة الجور أمة الطغيان والكفر التي أساءت لأهل بيت نبيها وظلمتهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك أن نكون مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بشفاعتهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين